لحد الاخر زهقت، مش عارفه انا هعمل ايه. زهقت قوي وخلق ضار، وقلت لا لازم انا ارن على بيتي اخد، انا تعبت. والله ضحكت معاك وعملت معاه المستحيل. يعني عايز اعرف الوثيقه دي سليمه ولا مرمومه؟ سليمه؟ مش سليمه، ليس سليمه. كنت لما يكون يبقى نفسي في الفراخ ولا حاجة اجيب نص كيلو جنيه هروح اعملها بطاطس طاج. ايوه اروح اعملها واروح واكل. زي ال 10 جنيه تفطر تتغدى تتعشى، ومع ذلك بتقول ان كان الاكل بيقعد لتاني يوم. هو ظلمني ولا لازم ظلمني؟ هما فرختين اللي جم ساعه ما عمتي ما راحت والتاني لما هو قال راسي. كل ما نكلمها تقول انت مالك انت مالك وانت جوزي ليك حكم عليا. في واحده عندها ذره امومه تطرد بنتها وهي حامل. كان بيديني ال 10 جنيه، كان بيديني 7 جنيه، كنت بجيب منها هياكل وكنت بجيب اجنحه. انا كنت بغمر الرغيف 3 مرات واكله. ازاي واحد يضرب مراته ويعذبها تقول لك كف يمين وكف شمال؟ ازاي الكلام ده؟ خليه هجيلك لتعامل. انا نفسي اشوف ولادي لان دول حضرتك كره عيني. دول مشاهدين حق الرد مكفول. حلقة تعبير زعناها أثرت الرأي العام بكاها، وإن هي عاشت عيشة صعبة جدا، وإن هي كانت بتجوع وكانت بتحب تاكل، محب تاكل فراخ، وجوزها ما كانش بيديها غير 10 جنيه بس، كانت بتروح تجيب أجنحة وهياكل وتعمل طاجن بطاطس. وأثرت وشرحت بشكل مستفيض كل المآسي اللي هي عاشتها. بأمانة الحلقة تم إذاعتها. عثمان جوزها هو قاعد معايا، أهلا بك يا عثمان. شقيقه برضه تم ذكره برضه، والحاجة والدته برضه تم ذكرها في الحديث. انا هشرح لائحه الاتهام فرد كده عفوا. قالت على عثمان الاتي: اولا كان كلام والدته هو اللي مصدق وكلامها هي اللي كاذب، ما كانش بيديها غير 10 جنيه في اليوم فقط لا غير، وكان ضرب واهان. بالنسبه لاخوه على حد قوله ما تزعلش مني، كان اول ما تيجي وتلبس هي كويس عبايه كان يقول لها اشمعنى العبايه دي ما بتطلعش غير واخويا موجود، في اشاره او تلميح ان هو نوع من التحرش اللفظي بيها. هو الراجل ده من ضمن الاتهامات اللي تم توجيهها ليك، وانك انت مره ضربتها كمان وزقتها في الباب وكنت طردتها من بره البيت. الام كان كلامها واضح عنها ان هي كانت بتعامل سلفتها معامله كويسه جدا، لدرجه ان ابوها كنت اتمنى ان هي تعاملني زي ما بتعامل سلفتي، وكانت دايما على طول بتحاول لها توقع بينها وبين جوزها، لدرجه لما كانت بتكلم جوزها في التليفون كانت بتغير وتقول لها انت بتكلمي جوزك ليه؟ جوزك على الطريق هيعمل حادثه، وكانت بتغير جدا من الموضوع ده. اهلا بك يا استاذ عثمان. حق الرد مكفول. اولا انا بشكرك ان انت حرصت وقلت لازم انا اجي واوضح الحقيقه. وانا بشكر حضرتك ان اديتني الفرصه ان انا ارد واقول كل حاجه. اتكلم الساده المشاهدين وبراحتك وانا مش هقطعش. اتفضل انا معاك. والله من ناحيه ال 10 جنيه مثلا اللي انت عايز تقوله يا استاذ عثمان. انا عايز اقول للمشاهدين جميعا، في واحدة ست بجوزها
ببنتها يبقوا قاعدين في القاهرة وعشرة جنيه تأكلهم وتشربهم؟ مين يصدق الكلام ده؟ أنا زوجتي، أنا شغال في يعني في سوبر ماركت كبير والحمد لله، أنا كنت مرتبي 2000 جنيه، باخد 500 جنيه بخليهم معايا للإيجار، لأن أنا مأجر شقة صغيرة كده 325 جنيه، والمية والكهرباء 150 جنيه، يعني كام؟ 500 جنيه، وهي بتاخد الألف ونص، بتجيب كل اللي نفسها فيه، وعمري ما ضربتها ولا عذبتها، لأن بنات الناس دي أمانة، لأن أنا زي أضربها إزاي وأعذبها إزاي أستاذ حنفي، وأنا عندي أخت متجوزة، اللي ما رضاهوش على أختي ما رضاهوش على بنات الناس. كنت بتديها 10 جنيه في اليوم؟ استحالة، ال 10 جنيه حضرتك لو طفل صغير كده اديته 10 جنيه جاب وحاجة ساعة انتهت ال 10 جنيه، فازاي ال 10 جنيه تفطر تتغدى تتعشى ومع ذلك بتقول إن كان الأكل بيقعد لتاني يوم، كانت بتجيب إيه بال 10 جنيه؟ ال 10 جنيه تجيب إيه يا أستاذ حنفي؟ تاني يوم بتديها 7 جنيه ونص وتقول لك اديني جنيه ولا نص جنيه، ما كنتش بتطلب 7 ونص، إذا كان علبة السجاير اسأل عليها حضرتك شوف بكام، دلوقتي بقت ب 16 جنيه، على أيام ما كانت معايا مثلا كانت علبة السجاير بكام؟ ب 13 جنيه ب 15 جنيه، يبقى إزاي ال 10 جنيه تصرف على بيت؟ إزاي يا أستاذ حنفي؟ كلام غير 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 معقول، وانا جاي هنا علشان اثبت لحضرتك. انت كنت بتقول لوالدتك، بتقول لها هي والدتي خط احمر وكلامها هو اللي مصدق وكلامها حاله؟ طبعا والدتي خط احمر، اذا كان والدتي بتعاملها زيها زي بنتها، لان والدتي اللي قاعده حضرتك، والدتي اللي قاعده حضرتك بقى كنا اربعه، ما بقاش في غير انا واخويا ده، فامي دي كل همها وكل رضاها ان نسواننا ترضى عليها ونسواننا ترضى علينا، ده كل همها ان هي تسعدنا في الدنيا. سجلت بنت، ما سجلتش بنتك التانية ليه؟ والله بنتي الأولانية سجلتها، لا التانية جيت نزلت سجلتها التانية، على فكرة عشان أقول للمشاهدين ما عندها السنة، ما عندها السنة زي ما هي بتقول، بنتي مواليد 15/8/2017، يعني لو حسبتها حضرتك لحد دلوقتي هتلاقيها كام شهر؟ أربع شهور مثلا، يعني مش سنة زي ما هي. مش إشكال، ما سجلتش ليه بنتي؟ نزلت أسجلها هي 15/8، في قرار نزل في شهر 7 ان ما ينفعش اي زوجة اتجوزت بدون السن انها تثبت المولود، لازم يحصل تصادق، وفعلا اخويا ده راح سنها دلوقتي وفى. ايه سنها دلوقتي وفى؟ ده قال لي لازم تعمل تصادق، تروح تصادق زواج، تصادق زواج، وانت طلقتها؟ وانا طلقتها. ازاي اعمل تصادق؟ طب نحل مشكله الطفله الصغيره ازاي بقى دلوقتي؟ ايه شفتها ولا ما شفتهاش بنتك الصغيره دي؟ ما شفتهاش ونفسي اشوفها، الصغيره والكبيره، انا نفسي اشوف ولادي، لان لان دول حضرتك كرة عيني، دول ازاي اتبرى من عيالي؟ ازاي تقول ان انا شفت بنتي ضنايا وما سلمش عليها وما اديتهاش هديه؟ ازاي كل اللي حضرتك، كل اللي الناس كلها سمعته ده كله كده؟ ازاي اشوف بنتي ضنايا؟ ازاي اتبرى من عيالي؟ ازاي دول بنات كمان؟ ازاي وهي وفي نفس الوقت هي لما ولدت، هي ولدت 15/8، بعد ما ولدت بثلاث ساعات راحت ترمي بنتها. هل يا والدة هتروح راحت؟ والله حضرتك ممكن تنزل البلد وتسأل الناس كلها، راحت البلد ما شالتش بنتها، راحت في عربية مع امها، وهي كانت ملفوفة بكبرتها في العربية، وامها اللي نزلت ببنتها، طفلة مولودة بقالها ثلاث ساعات، تهون عليكي؟ تهون عليكي؟ عملت ايه؟ عمي راحت ترميها عند عمي، فعمي بيقول لها تفين البنت التانية، قالت لها خدوا مش دي بنتكم، احنا مش هنربوا لكم، قال لها تفين بنتنا التانية، فين الكبيرة؟ قالت له اصل امها متعلقة بيها، لا طب خلاص طالما متعلقة بيها تاخدوا البنت التانية تتعلق بيها، مش عايزين عيالنا تسلمهم لنا يا اما عند العمدة يا اما في المركز بورقة رسمي، ما تسيبليش عيال. ده اللي حصل. شيء صعب ان انت في ما شفتش ولادك الاثنين، انا عارف ان شيء صعب. صعب جدا. طبعا طبعا ده ولادي، ازاي انا اكره عيالي؟ ازاي تقول لك اصل بيحب الصبيان؟ صبيان ايه وبنات ايه؟ هو اللي بيبدي الولد مين واللي بيدي البنت مين؟ ده ربنا سبحانه وتعالى، مش حد تاني يا استاذ حنفي اللي بيدي الخلفه دي بتاعت ربنا، ولد او بنت. والرسول عليه الصلاه والسلام قال خيركم من بشر بالانثى. ازاي اكره بناتي؟ ازاي اكره بناتي عشان هم بنات؟ ازاي تحب اجيب لك ولادك دلوقتي؟ يا ريت والله، انا نفسي اشوف ولادي، حرمانه منهم وراح يروحها. اسمعني، راح يروحها، مسكوه بهدلوه، مسكته كده من رقبته كده وخنقته. المره امها هو ابني اهي، وده قعدت معايا سنه ونص وحياتي اللي كوى قلبي، كان ده منابها بمناب ده، هي عبير منابها بمناب ده، وعمها زي بنت. يا حاجه ده لما امها جابت لك الفراخ طلعت قلت لسلفتها هو احنا كنا لا خدي قعدك خدي حاجه تقول لها واحنا عندنا والدين ولا عندنا مش يعني لا ما حصلش ده كان مواسم
والمواسم دي يا حاضر يا 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 يا, يا عم حنفي كانت على الكل، وكنا طبعاً قلت لها شيلي عندك في التلاجة لما جوزك يجي، هو كان بيجينا كل 15 يوم. الفاكهة قدامك ولكن ما ترضيش. كناها كناها وقسما بالله كناها كناها وعاملاها زي بنت. انت كنت بتضايق قليل لما كانت بتكلم جوزها في التليفون. التليفون دي بتاعي يعني، جوزها ما جابلهاش تليفونها، ده تليفوني يعني، وانا كنت بروح اساعد مع دي. بتروحي الغيط؟ اساعد مع دي. كنت بتروحي الغيط وتبلغ جوزها وكل حاجه، وده مراتك عملت مراتك سوت. والله ما حصل، تهالي والله ما حصل، والله ما حصل. انا مش عايز اعمل مواكي عشان انت ما تحرجيش ولا عثمان يحرج. حسبنا الله ونعم الوكيل فيها، حسبنا الله ونعم الوكيل فيها، وفي امها عشان امها اللي حرمتنا من العيال. وامها السبب، هي اللي نكدت علينا، امها من التحريش بتاعها هي اللي نكدت علينا. انت عامله سلفتك غيرها هي؟ لا والله، عشان سلفتك ده انا بيه. كل شويه تقول لها انا كنا لازمتها الجوازه دي، ما احنا ما كناش عايزين الجوازه دي. ما حصلش والله، والله ما حصل، والله ما حصل. نيجي ليك انت بقى، انت كنت بتتحرج بيها. انا مش عايزاها، انا مش عايزاها. خدت لها عربيه ملانه 5 كيلو لحم وشكارة دقيق وشكارة رز وشكارة مكرونه وشكارة شعريه وكرتون الصابون وعبايات. اي أيوة والله، اول عشاء وحياتي اللي كوى قلبي، هاتوا لي مصحف احلف عليه، هاتوا لي مصحف احلف عليه. خدت عربيه ملانه وخدتها كله ده وكرتونه مانجا وكرتونه عنب بنات. وخدته في العربيه وديته اول عشاء، وثلاث ايام جبت لها الذهب، جبت لها الذهب وجرانا الفاتحه. كانت اللي زي دي واللي زي دي في 3 ايام يا ام محمد. اقول قعدتني، قعدت البنت تقول يا مايا طب اسال اسال يا مايا اسال. عثمان هو اللي اختارها ولا انت اللي اخترتيها؟ لا ده هو اللي اختارها، عشان كده انت كل شويه تنكت فيه وتتأنب فيه، انت اللي اخترت. طب اهو اهو، انا عايزك تسكت ثواني بقى، ثواني يا استاذ عثمان. انا اجي لحم، انت كنت بتحرش بيها لفظيا، يعني انا عارف انت ممكن كان نيتك ان انت بتهزر معاها عشان مهتميه بجوزها. انت ما تلبسيش العبايات غير لما يجي عثمان والكلام اللي هي يا استاذ حنفي. دلوقتي دي بتكنس الشارع زي ما قالت، بيكنس الشارع بلديه ومش بلديه. أي. واحده ست تطلع أي. الشارع بجلابيه محنجله، بجلابيه محزقه، بجلابيه ضيقه ومقطوع كذا مره. قلت لها يا ام احمد لمراتي، قولي لها كده غلط، كده غلط، مفيش فايده. كل ما نكلمها تقول انت مالك، انت مالك، وانت جوزي ليك حكم عليا، انت مالك، انت مالك. اخر ما زوجته قلت لها ما تكنسيش الشارع، انت شغاله في البلديه وما عندناش حريم بتطلع. برافو عليك، ده صح، ما عندناش حريم بتطلع تكنس الشارع خالص. طب موضوع العبايات بقى اللي هي اصلا اي عبايات؟ بتقول لك انت بتقول لي انت ما بتلبسيش العبايات غير لما يجي عثمان. ما حصلش وهي موجوده يا استاذ حنفي. استحاله يا استاذ حنفي، انت ممكن تتلبي هزر معاها ان هي استحاله. اخويا ده انا بثق فيه اكتر ما بثق في نفسي. استحاله. الام حبت تقول الكلام ده عشان تفرجنا انا واخويا دول، انا واخويا ده عن بعض. عايزه تفرجنا عن بعض، عايزه تفصلنا عن بعض. لما تقوم في بيتها وتتهجم على راجل عاجز وتعايره بدراعه انه عاجز، يبقى دي ست مفتريه. ده اخويا الكلام، كل الكلام اللي قالته ده ما يخشش، لان ده بنتها عرفتها سنتين. اخويا ده اعرفه من وانا طفل صغير، ده اخويا. استحاله طبعا، احنا ناس محترمه، ما لناش بيهزر معاها عشان يعني مهتم. ولا هزار، ما ينفعش واحد فينا يقول لمرات اخويا ابدا كلمه زي دي. يا استاذ حنفي رحنا انا وعمي وخالي وعم ربيع ابو حسن وناس من البلد من عنده، من الحاج مصطفى ابو عبد السلام والحاج صابر ابو الدهب، بهدلتنا وقالت محمد ده اللي بيصلي الفجر حاضر يقفل البلع، يقفل على باب الحمام. محمد ده بيبص على كذا وكذا، وخطرت وقلت ادبها وقامت بتشدني من التلفيحه وبتقل ادبها وكانت عايزه تضربني اليوم ده. وتعالوا ادراعي، وانا راجل معاق. قعدنا اكتر من 4 ساعات او 3 ساعات ونص. الناس يقول لها، الناس بتاع البلد يقوم يعملوا لهم شاي، تقول لهم ما فيش لا شاي ولا. ما ينفعش كده. طب نيجي لنقطه ثانيه يا عثمان، فين الذهب يا عثمان؟ اقول لك بقى حكايه الذهب. قول حكايه الذهب. طبعا معروف اي زوج بيجيب لزوجته ذهب، ده طبيعي. الذهب مرمي في البيت، تمام، في اوضتها، ده حقها، عمري ما هطمع فيه، تمام. لكن لما انزل اجازه وما لقاش مراتي اللي لسه متجوزه ما فيش 4 شهور مش لابسه ذهبها، مش من حق ان انا اسالها ذهبك ده، ذهبك ده راح فين؟ ولما اسالها تقول لي اصل اديته لامي. طب بتدي لامك ليه؟ تقول لي انا شايلاه مع امي. قعدت الح عليها، طب مديها لامك ليه؟ قالت لي اصل امي قالت لي انا هجوز اخويا بيه. بدهبك انت؟ بدهب انا؟ ما حدش يرضى بكده. بدهب بنتها؟ ما حدش يرضى بكده. طب انت لما في حاجه زي كده ما جيتيش شرطيني ليه؟ امك ما قالتليش ليه؟ انا كنت هقول لها مش من حقهم. لا بس لو جم وشاروني وقالوا لي الذهب ده احنا محتاجينه، هنفك زنقتنا وبعد كده هنرده لك، انا مش معترض، لان دول نسايبي، دول انا واخد منهم انسانه، ام عيالي في نفس الوقت. الذهب فين يا عثمان؟ الذهب. المهم ان هي خدت الذهب وديته.
قلت لها طب ازاي تدي لها الذهب؟ قالت لي دي ملكي مش ملكك انت. عبير؟ عبير قالت لي ده الحاجه دي ملكي انا مش ملكك انت. قلت لها طب ملكك انت ده مش مكتوب لك في قائمتك؟ ده قبل ما يكون ملكك لوحدك فهو ملكك وملك البنت او الطفل اللي هيجي وملك انا كمان. لان انا رب انا صاحب البيت وانت كمان من حقك الذهب ومن حق اولادك دول مش حق امك ولا حق اخوك ده حق اسرتك انت. في عيب الكلام ده؟ فرحت عندهم زياره راحت امها ايه؟ ملبساها الذهب جاب الذهب مش ذهبي تماما. مش مشكله احنا عندنا جرامات احنا عندنا جرامات يا اسطى. ذهب ذهب مرات ابنها ذهب ما اعرفش ذهب مين. المهم ان هي جت خد يا بنتي اوعى تفتكري بس الناس بتقول ان امك راحت اتجوزتك بذهب اخوكي. لا احنا ما ده حق وليا احنا ما نطمعش فيه. وراحت مديها الذهب تمام وراحت ملبساه لمين؟ لبنت عبير. لعبير تمام. فاليوم ده هو نفس اليوم انا كنت بوديها الصبح وارجع اخدها اخر النهار تمام. تقعد مع امها براحتها تمام. جيت اخر النهار مراتي كانت لابسه الذهب الصبح جيت اخر النهار مش لابسه الذهب. راح فين الذهب تاني؟ فين الذهب؟ قالت لي لا اصل امي خدته. يعني امك مطلعه ذهب مش ذهبي بتورهولي وعايزه تقنعني ان ده ذهبي طب لما هو ذهبي ما سبتكيش لابسه ليه؟ هي امك مش مأنانه على الذهب ومأناني عليك انت؟ يعني سايبه عرضها ولحمها ودمها معايا ومأمن عليه مش مأمن على ذهب؟ قالت لي ما اعرفش امي خدته مني. قلت لها طب خليكي لما تيجي بذهبك. ومشيت انا. بعد ما مشيت شهرين ثلاثه طبعا بعت ناس الناس راحت وتهانت وقله ادب والكلام ده كله ان الذهب يرجع الست مش عايزه ترجعه. رحت انا بقى بعد ما سافرت كانت هي ولدت فقلت انا اروح اشوف بنتي صغيره ولا كبيره؟ كبيره. اول اروح اشوف بنتي واشوف مراتي برضه تمام. رحت خدت اخو خدت جوز اختي جوز اختي انا شاب من سني كده بعد الناس كلها ما راحت فتره خدت جوز اختي ورحنا قعدنا عندهم وواحد اتنين تلاتة واحنا صرفنا كذا وكذا 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 في الولادة تمام. ودي بنتك. قلت لهم انا طبعا بنتي مش هقبل لحد ان يصرف عليها جنيه واحد. دي بنتي مسؤولة مني انا. كل فلوسكم وكل مصاريفكم تحت امركم. قالوا يا صرفت 3000 جنيه اتفضلوا 3000 جنيه بتاعتكم. جميل برافو عليك. اديتهم حقها تمام. الذهب لا مش هتروح بالذهب دلوقتي. دي مين؟ دي امها واحنا قاعدين. بنتي مش هتروح بالذهب. مع ذلك انا عشان خاطر بنتي اللي مولوده خدت مراتي من غير الدهب وروحت بيها. فجت برضو مشاكل. امها عايزه تفرقني عن اخويا عايزه تقسم البيت نصين. بتقول لها عايزه تشرخ البيت نصين. بتقول لها نقسم البيت نصين. انا استقصيت بتاع عثمان ومحمد. بتقول لها بتاع عثمان ومحمد. طب امي راحت فين؟ اختي راحت فين؟ تقول لك اشرخ البيت نصين ومعانا تسجيلات بالكلام ده يا استاذ حنفي. تقولها انت لو كنت ثواني ثواني انا ضد التسجيلات. اولا يا عثمان مراتك اخلاقها كويسه ولا مش كويسه؟ كويسه. اخلاقها انسانه محترمه وتصون عرضك ولا لا قدر الله انت تخرج من هنا وهي لا قدر الله وحشه من هنا؟ لا ما اقدرش اقول الباطل. محترم. ليه بتسجل لها؟ اقول لك انا استاذ حنفي ليه بسجل لها. لما امها وابوها يبقى رايحين لزياره تمام وفجاه يختلفوا عندي على موضوع شقه عايزين يشتروها ودي في الدور السادس ودي من غير عمدان دي مش عارف اختلفوا مع بعض. لما الست تقوم جوزها وتعمل له الفاظ بذيئه بصوابعها وتقول له انا اللي كلمتي تمشي في الاول او في الاخر الكلمه كلمتي والشورى شرطي اللي هو خلاف بين ام عبير وابوها يبقى انا من حق اخاف على مراتي وعلى بيتي ولا ما اخافش؟ مش من حق. وبعدين الست دي لما كانت كل ما حماتي دي اللي كانت كل ما تكلم مراتي دايما مراتي الاقيها متغيره معايا في معاملتها. طبيعي ما كل الحموات كده. كل ما تجي لي زياره برضو الاقيها متغيره مراتي بعدها تتغير معايا في معاملتي. طب انا عايز اعرف مراتي دي حماتي مين الانسان اللي بيحرضها؟ مين اللي بيقول لها ده وحش؟ هو هنفترض هو غير منطقي لكن همشي معاك ان انت هاجي لك يا حاج انت سجلت لها ماشي مش اشكال. الذهب راح فين يا استاذ؟ الدهب. مش هسيبك غير لما اعرف الدهب راح. هقول لك انا على الدهب. هقول لك على الدهب. فهي رجعت هي لما جت لي زياره احنا عايزين نشوف شقه هنا وما نشوفش شقه وبتاع. طب شقه لمين يا حماتي؟ قالت شقه هاخدها ايه؟ هاخدها للايجار للتجاره. ماشي؟ كان ابن عمي اصلا الشقه دي ابن عمي اللي قاعد هنا كان هو اللي شايف لي الشقه دي. تمام. كان شايفها لي انا. تمام. فراحت مراتي متصله بامها ويا ماما ده في ايه؟ في شقه. يعني المفروض تاخدها يعني المفروض تبقى في صف جوزها. لا عايزه تاخدها لامها. ماشي.
فراحت قلت لها وللاسف في ستات بيبقى انتمائهم لاهليه اهليتها اكتر من جوزها، وده غلط. الست مجرد ما بتتجوز المفروض حياتها كلها لجوزها الاولاد، لكن للاسف في بعض الزوجات، وده برضه من ضمن الحاجات اللي بنقولها في برنامجنا لكل زوجه، يعني المفروض اتجوزت تبقى حياتك وانتمائك وحبك اكبر حاجه لجوزك واولادك، اهلك بعد كده. لكن للاسف ده في واحده ممكن تبيع جوزها عشان خاطر اخواتها، تقول لك الجوز يتعوض، اتجوز غير، لكن اخويا واهلي مش هيتعوضوا. دي وجهه نظر بس غير جديره بالاحترام. المفروض الجدير بالاحترام حبها وعشقها وحياتها جوزها واولادها، لكن في انت ممكن تكون واحده في واحده بتحب اخواتها اكتر ما بتحب تعيش مع جوزها. المهم فين الدهب؟ الدهب فامها جت من البلد عشان تتفرج على الشقه، راحت اتفرجت على الشقه. تمام. في ناس طبعا بتقول لك طب ازاي دهب عثمان مثلا ما يعملش 40,000 جنيه هيشتري شقه؟ الشقه دي حضرتك دهب كامل قد ايه في اسعار الحاليه يا استاذ؟ حاليا ما اعرفش بصراحه الذهب يعني كم جرام يا استاذ اسمان؟ 62 جرام 450 مللي. اضرب في 700 جنيه، مبلغ محترم مثلا. بس ده انا بتكلم على سنه فاتت، احنا مالناش دعوه، احنا بنتكلم على الذهب اللي انت خدته. بتكلم على ساعه هي ما جت تشوف الشقه، ما بتكلمش على ايام حاليا. الذهب فين يا استاذ اسمان؟ ماشي يا استاذ حنان. فجت الست جت فراحت تتفرج على الشقه. يا استاذ اسمان الذهب انت خدته ولا ما خدتوش؟ انا بكمل لحضرتك يا استاذ حنفي. الذهب انت خدته ولا ما خدتوش يا استاذ؟ الذهب يا استاذ حنفي لما خلاص بقى زهقنا وراحت روحت مع امها وخلاص رايحين للذهب، بعد ما اتهترنا وناس كبيره راحت وتهترت، اتدخل الاستاذ محمود عبد السيد ده وكيل العروق، وكيل عبير، جاب لها اتدخل. تمام. فجاب الذهب، قال يا جماعه الذهب، قلت له يا استاذ محمود الذهب ده مش ذهبي والذهب ده ناقص. قال لي خد الذهب ده واطلع على اي سايخ في الفشت واوزن عنده الذهب وعرفني الذهب ده كام والباقي عندي انا، باقي تستلمه مني انا. تمام. قلت له كده عداك العيب. رحت وزنته في الفشل، لقيت الذهب 47 جرام 770 مللي. طيب. من 62 450 مللي، يعني 15 جرام. طبعا مبلغ وقدر. تمام ماشي. خدت مراتي وسافرنا على مصر، وبعد ما سافرنا راحت ايه مراتي، موضوع الشقه ومش الشقه اللي انا كنت بكلم حضرتك فيه. المهم ان ايه ابوها اتصل. يا استاذ عثمان الذهب فين؟ ما انا جاي لحضرتك. يس انا مصدقك والله، انا جاي لحضرتك. فين؟ ما تدوخنيش في حتت عشان مش هعرف اهرب منك. كنت هعرف تهرب مني. لا لا. الذهب معاك ولا معاها؟ الذهب 47 زي ما قلت لك 770 مللي. مع مين؟ مع نسيته وسافروا مصر. دول جول، دول جول، دول جول خدتهم، دول جول خدتهم. تمام. ماشي. هم دلوقتي لما نزلت مع ابوها، لما ابوها راح جابها من ورايا، لما انا فتحت له الباب وقعد وتعشى معايا وانا سبته ورحت شغلي. بيقول انت سبته ساعه ونص، لكن ما عليه. هو خبط الباب، لما خبط الباب انا اللي فاتح له بايدي. تمام. كانت مراتي عامله عشاء، قعدنا اتعشينا شقه غريبه. قال لي انا جاي اشوف جاي اشوف بنتي. تمام. مش ليها حق انا اشوف بنتي. قلت له انت تنورنا في اي وقت. تمام. فالمهم انا قلت له استاذنك انا رايح شغلي. تمام. والبيت بيتك. تمام. اجي من شغلي ما الاقيش مراتي. ده انت اللي قلت له خدها وامشي. لا ما قلتلوش خدها وامشي. اخدها وامشي ليه؟ ياخدها وامشي ليه؟ هي مش مراتي ام عيالي. الدهب فين بقى؟ الدهب انا لما جيت من الشغل، لما رجعت من الشغل بدور على مراتي مش لاقيها. تمام. لا هي ولا ابوها. قلت يمكن نزلوا السوق. تمام. يشتروا حاجه. لما غابت مفيش. ليه ادور على البامبرز بتاع البيت والشامبوهات بتاع والشامبوهات بتاعتها وادور على هدومها؟ مفيش. اتصل بابوها ما بيردش عليا. اللي لقيته من الذهب بتاعها ثلاث غواش. طب اللي عايز ياخد الذهب مش ياخده كله؟ ربنا سبحانه وتعالى عماها عن كله، عن الباقيين دول بقى. كانوا في الدولاب. كانوا في الدولاب. هي لا كانت لابسه الباقي بقى. ربنا سبحانه وتعالى عماها من فوق. فراحت نازله مع ابوها، قعدت اتصل انه يرد عليا ما بيردش. بعدها مفيش بثلاث ايام راحت اشتكت عند العمده وقالت ده طردني، ده جوزي طردني في نص الليل وبقيت عند الجيران. طلعت مع حضرتك قالت ان ابوها اللي راح خدها. بتصل باستاذ محمود عبد السيد بقول له مش عيب يا استاذ محمود لما ابوها يبقى جاي واخدها وتروح عند العمده وتقول؟ قال لي يا سيدي اعتبر انا اللي قلت لها، اعتبر انا اللي محرضها، هي مش طايقاك ومش طايقه العيشه معاك. ده الوكيل بتاعها اللي قال كده. استاذ محمود عبد السيد. ايوه. طيب انت طلعتها ليه بقى؟ ايه طلعتها ليه؟ لما تروح تشتكينا عند العمده زور بحاجه ما حصلتش، ويا طلعت مع حضرتك والدة النبوه اللي راح جابها، ده زور اولا. ولما تغيب بعدها شهر او اتنين بالظبط كده وتروح ترفع عليا وهي على ذمتي، ترفع عليا في المركز شكوى ضدي بالقايمه. هل في انسان حر، في انسان صعيدي وحضرتك عارف عوايدنا وطبيعتنا، ان في واحد يقبل على نفسه على كرامته كده بعد كل الاهانه اللي كنا بنسمعها في بيت امها ومن امها وقله ادب، وبرضه كنا بنحترمها؟
وفضلنا برضو شارينا عشان خاطر اهلنا وشارينا عشان أنا. طيب انا طبعا يعني انا ما كنتش احب اعمل مواجهه وما احبش اجيبها ولا اجيب الاولاد في حاجه زي كده، لكن انا هسالك سؤال. هي يعني عشان خاطر العيال، انا دايما ما يهمنيش غير المجني عليه اللي هم العيال، هم اللي مجني عليهم. وقلت لك ترجع عشان خاطر عيالك، انت توافق ترجع؟ بس ليا طلب عندها. تطلع وتقول كل اللي كنت بعمله بها بما يرضي الله، بدل الكذب اللي طلعت قالته والكلام اللي ما في اللي ملوش اي صحه اللي هي قالته ده، تطلع تقول انا كنت بعملها بما يرضي الله، مش عايزه تقول اكتر ولا اقل، تقول كل اللي كان بيحصل ما بينه وما بينها. ساعتها ارجعها. انا عايزها تكذب. ايه؟ عايزها تكذب. لا انا بقول تقول بما يرضي الله. ما قالت بما يرضي الله معايا من وجهه نظرها، هو ده بما يرضي الله. طب حضرتك معاك تسجيلات واسمع هي بتقول ايه في التسجيلات دي. التسجيلات انت سمعتها لي فعلا بتشكر فيك وانها بتاكل كويس، لكن الورقه الغريبه فعلا اللي اثبت ان صحه كلامك في وصفات اهي خطها خطيتها. الرساله دي حضرتك، في رسالة هنا حضرتك ممكن حضرتك تقرا الرسالة دي. خط انا الرسالة دي لما هي بسبوسة والزب نص كيلو بسبوسة ونص حضرتك عبير كانت بتقعد قدام التلفزيون دايما قدام ده، كان في برنامج بيجي اتنين شيفات راجل وابنه ما اعرفش اسمهم ايه بصراحة، كانت بتقعد تكتب كده وكل حاجة تقول لي هتتصل. على اساس بتديها 10 جنيه. ايه؟ على اساس ال 10 جنيه اللي هي اتكلمت عليها. ده بيثبت صدق كلامك اللي هي اتكلمت عليها. يعني واحد بتكتب مواصفات من التلفزيون بسبوسه وزبادي ونص كيلو سكر وجوزين وفانيليا وبيكنج باودر، لو ب 10 جنيه مش هتعمل بسبوسه من الشيء. استحاله طبعا، استحاله. كانت تقول لي وانا رايح الشغل يا عثمان هات لي معاك من السوبر ماركت اللي انت فيه، هات لي معاك كذا وكذا 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 وكذا، الحاجات اللي هي كاتباها ديت، وممكن حضرتك تجيبها وتسالها دلوقتي. نعم يا حاج. بقول لك حياة ولادك تسمع الشريط ده وتقول كلمة الحق، احنا مش عايزين الا كلمة الحق. وانت جوزي كان بيسجل لك على التليفون؟ جوزي هو كان في حاجة الله يرحمه وسام. يعني كان بيسجل جوزي بيه. جوزي كنت بروح اشتغل معاه في الغيط اجمع قطن. الجيل بتاعكم ده خلص من زمان. وكنت اجي واشتغل معاه زي الراجل. بس الحماوات دول، الحماوات دول ما يعلم بهم غير ربنا. كلهم نار بدعانا كلهم نار. ده انت كنت ولعة. ما كانش جرالي اللي جرالي، ده ما فيش الا هم دول من أربعة اتكون اثنين، واحد عنده 21 سنة بتعنك اتوفى شاب، وهم دول اللي طلعوا اللي طلعتهم من الدنيا وابوهم. هم على فكرة مؤدبين بأمانة. يعني انا قعدت مع عثمان اول المهذب بيتكلم بمنطق ما غلطش، حتى لما اتكلم مع زوجته كان ممكن يفتري ويقول عليها كلام مش كويس. ابنك برضو احمد مش كده؟ محمد جاب صوره مراته الراجل وقال عرضها عشان يتهيجله ان انا بتحرش بيها ولا غيره، انا مراتي تتمتع بقدر كبير من الجمال. يعني صراحه قسما بالله بيصلي الفجر ويروح الصف يجيب لنا تفول وطعميه ونيجي نخبط ابنه وابنه مع عيل كده، اقول له روح خبط على مرات عمك. بس أنا أسمع أيوة هي كان كل هدف الام ان هي تفصلنا عن اخويا، ان هي تبعدنا على بعض. عايزه تقسم البيت من جبروتها، عايزه تقسم بيت. لا انا بس انا وامي واخويا واختي، اللي متجوزه ليها نصيب. يا استاذ محمود هات لنا بعد اذنك البنتين بس من غير اي حد خالص، انا عايزك تخليك تشوف ولادك. يا رب ربنا يخليك يا استاذ حنفي. رب والله العظيم انا نفسي اشوفهم من زمان، نفسي اشوف، لان دول ولادي، دول ولادي حضرتك، ازاي اتبرع عنهم؟ دول كرة عد، دول عيني، دول قلب، دول قلب، ما اقدرش استغنى عن عيالي. يا استاذ حلف هجيب لك ولادك واخليك تشوفهم دلوقتي وتشبع منهم. بكاء الرجال بيشد يعني بكاء بكاء السيدة. بص حضرتك عشان تعرف انا كنت قد ايه بحبها، في رساله حضرتك مكتوبه هنا اقراها لي بعد اذنك. بص حضرتك ده لما عرفت ان هي لما امها اتخانقت مع ابوها اللي موجود حاليا ده، امها اتخانقت معاه وضربته قدام البلد كلها، لما بقول لها انت مثلا خربت على بنتك ولا كان في مشكله ما بينهم، ضربته وطلعت تجري وراه في الشارع في بلدهم، لما راح عند العمده، لما ساب بيته وراح عند قرايبه في مدينه نصر. تمام. وبعدها بيومين البنت بتقول لها انت خربت عليا او بتدافع عن ابوها، راحت ترضاها بنتها من البيت وهي حامل. في واحده عندها ذره امومه تطرد بنتها وهي حامل، تطرد بنتها ومعاها بنت كمان وحامل، ده بنت، ده عرض. راحت ترضاها بيتت عند الجيران. انا كتبت لها في الرساله اسوا وابشع واحقر خبر سمعته في حياتي ان كتباتي بره البيت. ليه ده لو كل البيبان اتقفلت انا بابي ليكي مفتوح، انا بابي ليكي مفتوح. اي نعم قلبي منك مجروح، لكن ساعه الجد قلبي ليكي مفتوح، يا اغلى من العين يا ساكن الروح. يا اغلى من العين يا ساكن. انا بعتها على تليفون ده بعد الطلاق. لا مش بعد الطلاق، قبل الطلاق. بعد ما تجرحك وتمشي وتسيب البيت.
بعد كل ده انا شاريتها لان اللي معاها دي بنتي، لان الست دي برضه كان في يوم من الايام كان مقفول علينا باب واحد، كنا تحت سقف واحد، بناكل من طبق واحد، كل اللي جرحني وكل اللي انا زعلت منه ان ازاي بعد كل العشره ديت تطلع تقول عليا ان انا كنت باكلها هياكل وكنت باكلها اجنحه وكنت بديها 10 جنيه وكنت بديها 7.5. وصلت للناس ان هي ما كانتش متجوزه انسان، ده كانت متجوزه حيوان، كانت متجوزه انسان، استحاله يعني استحاله تقول عليه انسان. ازاي واحد يضرب مراته ويعذبها تقول لك كف يمين وكف شمال؟ ازاي الكلام ده؟ خليه خليه، هي هتجيلك من عندك، هتجيلك من عندك. ما تخافش يا بابا يا حبيبي، ما تخافيش، ده بابا، بابا بابا. خلاص يا حاج. بس خفيف خفيف. بس يا حبيبي، بس معلش يا حبيبي، بنتك الكبيره، حتى بنتك الكبيره لسه ما تعرفكش. شروق حبيبي، ربنا يخليها لك. شروق بس ده بابا يا شروق. شروق دي حضرتك كانت وانا راجع من الشغل كانت بتسمع صوتي، كانت بتقف ورا الباب عشان تسمع، عشان انت عارف تقول بابا بابا جاي. حضرتك انا اكره عيالي ازاي ده؟ دول كل حاجه، دول اساس حنفي. ايه ده اسمع؟ الحرام اللي بيحصل تعذيب الزوج لزوجته. تقول عليا ان انا ما بعترفش بعيالي، فازاي ال 10 جنيه تفطر تتغدى تتعشى ومع ذلك بتقول ان ازاي ال 10 جنيه تفطر تتغدى تتعشى ومع ذلك بتقول ان كان الاكل بيقعد لتاني يوم؟ هو ظلمني ولا العظيم ظلمني؟ هما فرختهم اللي جم ساعة ما عمتي ما راحت والتاني لما هو قال كل ما نكلمها تقول انت مالك وانت جوزي ليك حكم عليا؟ في واحده عندها ذره امومه تطرد بنتها وهي حامل. كان بيديني ال 10 جنيه، كان بيديني 7 جنيه، كنت بجيب منها هياكل وكنت بجيب اجنحه، انا كنت بغمر الرغيف 3 مرات واكله. ازاي واحد يضرب مراته ويعذبها تقول لك كف يمين وكف شمال؟ ازاي الكلام ده؟ خليه هجيلك انت عندك. انا نفسي اشوف ولادي، لان دول حضرتك كرة عيني. دول خفص بابا حبيبي، خفص بابا بابا بابا. خلاص يا عادي، بس خفيف حرام. ما هي دي قصة الخراب، هي اللي خربت. انت امك واخوك، اخوك كان بيبهدلني. يا خدام فاكر سعيدة كتير، حسبنا الله ونعم الوكيل. فم والله العظيم انا ما بكذب، ده في رب فم. عارف انت حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك انت، والله العظيم انت. انا نفسي اشوف ولادي، لان دول حضرتك كرة عيني. دول نفس بابا حبيبي، ده بابا بابا بابا. خلاص يا عادي، بس خفيف مش عايزين الا الحق يا رب ينتقم منها. حسبنا الله ونعم الوكيل. في امها حسبي الله ونعم. هي اللي خربت بيتنا، هي اللي خربت بيتنا وفرقت اتنين، هي اللي مشت على مصر وخدها وقالت لي يلا نمشي على مصر. حسبنا الله ونعم الوكيل. مشروف في حضنك ايه؟ وعلى فكره مشروف حته منك، شكلك بالظبط على فكره. اه طبعا شكلك بالظبط، ربنا يخليها لك. ده دي روحي، دي روحي، دي كل حاجه في حياتي هي واختها. ازاي دول دمي، دول دمي، دول يا استاذ حنفي. ازاي دي حضرتك؟ دي يا استاذ حنفي، دي يا استاذ حنفي. لما كنت ابقى طالع السلم بتاع البيت دي كانت بابا كانت بتعرفني، بتعرف ان اللي طالع السلم ده ابوها، تفضل تخبط على الباب وتقول بابا. ازاي؟ يعني الام فعلا يعني مش عارف حرمان اللي، بس هترد عليك وتقول لك ما انا هجيب. بس انت كنت بتضربها، كانت بقول لك قلم يمين ويسمعني بالشمال. يا متجوزه ايه؟ متجوزه كافر؟ متجوزه كافر؟ في انسان بيحب مراته؟ في انسان انا كان نفسي ولادي دول اشوفهم احسن ناس في الدنيا. طب يا استاذنك نجيب الام، بس الام بس بعد اذنكم نجيب الام، بس بعيد عن اهلها الام بس.
ونقف بعد اذنك كيف؟ اه عبير بس قوم بقى كده، خلي بنتك في حضنك عادي. انا بس ما كنتش احب اعمل مواكبه بين الاب وبين الام، لكن انا نفسي في حاجه. انا عارف ان يمكن الساده المشاهدين نفسي والله يرجعوا لبعضيهم، مش عشان خاطر عثمان، يروح عثمان وتروح الام. انا يهمني كل الاولاد دي يتربوا بس يتربوا في حضن ابوهم وامهم العيال دي. نفسي عثمان ما ترجع يا عثمان لمراتك وعلشان العيال بس يا عثمان. مراتي ارجعها، ما فيش اي مشكله، بس مراتي زي ما يعني قالت علي، انا نفسي مراتي بدل ما كانت تقول الكلام اللي قالته ده كانت تطلع. انا واحده مطلقه وانت عارف الستات يا عثمان كانت تطلع. طب انا ما في كل الفتره دي ما قلتش عليها كلمه وحشه. انا بس عايزك تبعد عن امك خالص بقى، انا هاخد عثمان لوحدي عشان انا مش عايز حموات خالص. اه انا عايزك تشيل البيت على دراعك التاني عشان وشك هو لين. ايوه كده اهو كده، ربنا يخليك. ايوه كده يا عم، ده حضنك بنتك في حضنك دي وما فيها. والله بالدنيا وما فيها يا استاذ حنفي، هو في اغلى من الدنا؟ في اغلى من الدنا يا استاذ حنفي؟ انا كان نفسي بدل ما تطلع وتقول واحده مطلقه عايزه تقول في جوزها شعر برضه مطلقه، تقول بما يرضي الله، لان الراجل اللي بتقول عليه ده ابو عيالها. الكلام اللي قالته ده عار يعني، عار عليا وعليها وعلى اولادها. تصدق الستات في كلام كتير، اولادها دول بكره وبعده ما يتعايروش بحلقه زي اللي اتسمعت، ما يتعايروش ويقولوا انت بنت مين. جوزك بيحبك، جوزك بيحبك، وجوزك عايزك، وجوزك او مش عايز اقول لك ان الكلام اللي انت قلتيه بغض النظر ما كانش بمقدار الصدق الوافي. حته ال 10 جنيه مش منطقيه خالص. لا كان بيديني 10 جنيه وكان بيديني 7 جنيه، وال 10 جنيه كنت بجيب بقى حفطتين. اه انت ايوه كنت بتجيب لي اجنحه. احلف على مصحف، والمصحف ده وحيات وحيات المصحف، انت جبت لي اجنحه وهياك وحيات المصحف الشريف اللي كنت تطلع تقول الحقيقه بما يرضي الله. فكرتني هياك واديتني 10 جنيه، ال 20 جنيه ال 20 جنيه اللي بتعطفها. كنت بتقول لي بتجيبها منها ازاي؟ حرام عليك. مين اللي كان بيجيب لي؟ في رب فوق، في رب فوق، في رب فوق. مين اللي بيجيب لي البنت دي؟ من يا عثمان بعد اذنك انا هرد عليك بالنيابه عنك انت. انا مصدقك، هو كذاب. انا مصدقك انت. مش بقول له انت كذاب، مهما كان مرضك ابقى انا اللي بقول. انت لا، انت كويسه. ايوه صح، هو وحش. ابعد انت، وحش هو الوحش ده. اقعد قدام التلفزيون، الاثنين اكبر اثنين شيفات في مصر، واقعد اكتب وصف نص كيلو بسبوسه، اثنين علبه زبادي، اثنين سن. اني اني وحياة المصحف الشريف ابدا ابدا ابدا، وحياة المصحف الشريف ابدا. كان بيديني ال 10 جنيه، كان بيديني 7 جنيه، كنت بجيب منها هياكل، وكنت بجيب اجنحه. انا كنت بغمر الرغيف ثلاث مرات واكله، والله العظيم كنت بجمر الرغيف ثلاث مرات واكله. كان بياخد 2000 جنيه، كان بياخد 500 للايجار ويديك انت 1500. لا لا والله العظيم كان بيديني فلوس هي 10 جنيه و7 جنيه كان بيديها لي. حرام عليك، حرام عليك. في رب فوق، في رب فوق. بص قبل ما تخاف مني اتقي الله. انا ما عملتش فيك حاجه وحشه خالص، ما عملتش فيك حاجه وحشه خالص، والله ما عملت فيك حاجه وحشه خالص. همه ان يجعلك سعيده حياتك انت واسرتك، كل همه ان يجعلك سعيده ومبسوطه. انت عارفه كنت قد ايه بحبك. الله يسامحك، الله يسامحك. انت ظلمت دول، انت ظلمت دول. ليه؟ امال انت اللي رميهم ليك سنه جاي تقول دلوقتي ليا عيال؟ رامي اولادك ليك سنه. بعت لكم قد ايه واتحضرنا في بيتكم قد ايه؟ وام دي كانت بتقول الفاظ قد ايه؟ وكان بيتكم قد ايه؟ قدام الناس قولي كلمه حق ترضي ربنا. بلاش نهدف على كل هم انه ياخد الدهب، وزعل من امي عشان كده، واخوه شندلني وبهدلني. اخوه ده؟ ايوه. لا والله العظيم اخوه كان بيقول اشمعنى انا بقدم مش اطلع لعثمان هنا؟ كان بيخبط عليا صحيني من النوم. والله كان بيخبط عليا صحيني من النوم. لا ام جوزي كانت بتروح تصحي سيلفتي، ام جوزي كانت بتصحي سيلفتي، وهو كان بيجي يصحيني يعني. اه والله والله العظيم كده. في رب فوق، انا ما بكدبش. في مصحف، انا مش محتاج على اي حاجه. اسمعني بس، انا مش محتاج على اي حاجه. احنا دلوقتي عايزين ايه؟ بص لي بس، انا بص كده، انا عايز دلوقتي اهدي يا عبيد. اهدى يا عثمان. أنا اهدوا. احنا دلوقتي انا انت لا تهميني ولا هو يهمني. انتوا دلوقتي اللي قدامي انا، انت كدابه وهو كذاب. انا بتكلم دلوقتي على ايه؟ الاولاد دي. اسمعيني، وهو مش كذاب، ما هو هيقول لك انا مش كذاب. انا يهمني البنت اللي زي القمر دي، ربنا يخليها لي، والقمر الثاني الصغير. كان بيجيب لهم فلينة، والله العظيم بنتي دي ما كان بيجيب لها فلينة. انا إيه اللي بنت؟ انا اللي مرة، انا ملبساهم ومكلاهم ومشرباهم ومغسلها لهم. انا اللي اديت حقوقي لاولادي صح. هو ما اداش حقوقه. رحت رميتيها وهي لسه ثلاث ساعات مولوده. ايوه قال احنا نرميهم في المجا، ما كانش معايا فلوس يا استاذ حنف اربي بنتين من ايه؟ ابويا الله يساعده. راجل شغال في الخرسانه، ما فيش قبض جالي ولا في حاجه جاتني.
راجل شغال في خرسانه، ابويا ابويا كتر خيره ان هو جاب معايا. خليك معايا. انت عملت فيها اللي ما حد يستحمله. حرام عليك حرام عليك حرام عليك. انت امك واخوك، اخوك كان بيبهدلني، انت ما عرفتش تحميني من اخوك. بصوا ما جاي عامل ازاي. نهدى بعد اذنك. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلم وفي اللي ماشي خراب. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ماشي ظلم. اقعد بقى اتفضلوا. ما تبوظيش حقك، ما تبوظيش حقك. بعد اذنك ارجع. عايز المشاهدين طبعا يعني فضينا على قد يعني مش عارف الاهل ايه اللي دخلهم بين زوج وزوجه او بين واحد وطلقته وهو الراجل عايز يرجع. معاملته كانت وحشه، معاملته كانت وحشه قوي. اصبر شويه، اللي انا شايفه دلوقتي كان بيتعاملني بعنف قوي. طب اسمعني بس يا عم، انا اللي انا شفته دلوقتي الراجل ده راجل محترم جدا مهذب. ظلمني ولا لازم ظلمني ولا لازم ضحيت عليه. بص انا عملت المستحيل، وبص بجيت ابويا يقول لي يا بنتي بتاكلي بيها، اقول له بالحاضر. هو كان بيوجهني اجنح او هياكل. والله العظيم والله العظيم كلامي ده كله صح، ما فيهولك المغلط. هما فرحة الناس اللي جابهم ساعة ما عمتي ما راحت، والتانية لما امي راحت زيارة، ما في اكتر ولا اقل. وغير الايام كلها 10 جنيه و7 جنيه. والله العظيم والله العظيم والله العظيم كلام كله صادق. والله العظيم والله العظيم ما بقول كلمة كده. هو ظلمني والله العظيم ظلمني. هما فرحة اللي جابهم ساعة ما عمتي ما راحت، والتانية لما هو قال انسي الكلام ده كله. انسى الاسية، انسى الاسية. هم عملوا فيا كتير والله العظيم عملوا فيا كتير. اهدي. انا عايزك تفكر حاجة واحدة بس، شروق والوجانة الصغيرة تفكريهم. ذنبهم في رقبته، ذنبهم في رقبتهم هم التلاتة. والله العظيم ضحيت على شروق كتير عشان ما تتفرجش بينا. بقيت ازعل واروح، امي تقول لي مش هتروحي تاني، اقول لها هروح، وتخبط فيا الجزمة، وهو بقيت يزل فيا عشان كده. بقيت اروح ازعل عند خاله باليومين، بقيت ازعل عند خاله واروح احترم من نفسي، مفيش واحد منهم يجي يجيبني. اخوه بقيت يفتح لي باب بدر في دنيا ويقول لي يلا الباب فوق الجامع. ايوه والله والله العظيم والله العظيم فتح الباب بدر في دنيا وقال لي يلا يا حبيبي الباب فوق الجامع. مرته فتح الباب بدل فتاه. حرام عليك، انت ما معكش ولاية. حرام عليك، اشهد الشهادة. حرام عليك. طيب حسب الله ونعم الوكيل في كل اللي ماشي ظلم في الجواز. والله العظيم حياتي، والله العظيم عملت المستحيل. تقدر تهدي شوية بقى؟ انا مظلومة والله العظيم مظلومة. مين اللي ظلم؟ انا جايبك النهاردة عشان حقك. انت حقك ايه؟ عايز تسجل البنت هيسجلها. ايوه عايز حقي بس إيه. الله يسامحهم بس. هم الله يسامحهم بس. انت والناس وانت ربنا يسامحهم. الله يسامحهم إيه. كله إيه. في رب فوق يجيب لي حقي بس. هديتي يا عم، اوعى توجع يا بنت حلال على مهلي. تعالى يا عثمان لوحدك، تعالى يا عثمان، مش هنعيد ونكرر يا عثمان. بنتك هتسجلها امتى يا عثمان؟ بنت حضرتك لو تطلع معايا دلوقتي وتعرف تسجلها لي هسجلها. يعني انت مش رافض تسجيلها؟ مش رافض تسجيل بنتي. طيب جميل. مش رافض التسجيل. المأذون علي المهدي ماشي يجي دلوقتي ويثبت دلوقتي. يثبت ايه بقى؟ يثبت بنتي. طيب المأذون مش دعوه بالاثبات. ماشي يكتب ويطلق. اهدي بقى. لو هو مش عارف انه مش عارف انه هيطلق يعمل اثبات نسب. اهدي. ماشي. اهدي. انا خايف عليكي والله. انت لو شفت بكاء عثمان على اولاده هتعرف ان الراجل ده بيحبهم. لا مش بيحبهم، بيحبهم رميهم لهم سنه. شاف بنته يوم العيد، يوم العيد شافها وحفها كده، ما قالهاش كل سنه وانت طيبه يا شروق. والله العظيم حفها كده، ما قالها كل سنه وانت طيبه يا شروق. يوم العيد في بلدنا انا عندنا يوم العيد الصغير، وشاف شروق ما قالهاش كل سنه وانت طيبه يا شروق. والله العظيم كنت هناك يوم العيد، ده انا شاهد البلد كلها عليك، البلد كلها شاهده عليك. والله العظيم ومن بعد ما مشيت من على العيد رحت قلت للناس كلها. حاضر انا خايف عليك يا عبير، لسه صغير على الهم ده كله. قولي كلمة حق. والله العظيم انا ما بكذب، ده في رب فوق. عارف انت، انت حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك انت. والله العظيم انت حرام عليك، انت حرام عليك. تعالي يا عبير، تعالي يا عبير، التاج اللي حط معاكم ولي حرام. والله العظيم حرام. اقعد يا عبير، اقعد يا عبير، اقعد يا عثمان. احنا عايزين نسجل البنت، انا ما يهمنيش لا انت ولا هو بقى خلاص. انا عايز اسجل جنى. انا ما عنديش اي اعتراض اني اسجلها، ما عنديش اي اعتراض. طيب هو في حد بس انا لما رحت عشان اثبتها ما رضوش يثبتوها لي.
كان في قرار نزل في شهر في شهر 7 لسه ما كملش 18 سنه وما ينفعش بدون سن. طالما اتجوزت وطالما اتجوزت وهي بدون السن ما تنفعش تثبت لها. طيب هو الحل دلوقتي انا مش معترض عن سنه الحل دلوقتي هنجيب مازون ونكتب ليك انت مطلعها هنكتب عليها تاني يا سنها وفى 18 سنه مطلع. تكتب عليها تاني علشان تسجل البنت او نشوف حل. احنا مش هنسيب الموضوع لكن انت مبدئيا مش رافض تسجل بنت. لا انا مش رافض اسجل بنتي بس تقول الحقيقه. لا لا لا, لا 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 عثمان لا تقول كلمه حق. عثمان تقول كلمه حق. عثمان تقول كلمه. عثمان انت بينت قدام الناس انت راجل محترم ما تخليش نظرتنا ليك تصغر تاني. ايه ذنب الطفله الصغيره دي اللي لسه كام شهر اللي معمر؟ انا ايه ذنبي؟ انا ايه ذنبي اذا كان هم علم نصبوا عليا من الاول؟ ايه ذنبي انا؟ يعني انت دلوقتي ايه ذنبي انا؟ انا كاتب عند مأذون وهم مأذون بلدهم وهم اللي جايبينه وايه ذنبي انا؟ الاقي حضرتك يا استاذ حنفي تلوم عليا؟ انا ايه ذنبي؟ انا الضحيه في الموضوع ده. ده مأذون بلدهم ليه ما لما هي متجوزه ومطلقه لما هي متجوزه ومطلقه ما قالتليش ليه؟ انت خدتها بنت يا عم. انا واخدها بنت. طيب. بس كتابها اتكتب على اسم حد تاني. طيب. المفروض كانوا قالوا لي ان هي كانت مطلقه. انت اللي خبطت على البيت وانت اللي رحت يا عثمان. انا اللي رحت ما بقولش ما رحت. انت اللي خبطت وانت اللي اتجوزت. بس المفروض كانوا عرفوني ولا لا؟ احنا دلوقتي حق ان انا اعرف ولا لا؟ عايزين نسجل جنى يا عثمان. لو حضرتك تعرف تسجلها انا اروح مع حضرتك اسجلها. طيب ما تحطش بقى ان عشان يسجلها لازم تيجي وتقول ان هي كانت عايشه في الجنه وهي لا لا, لا 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 انا بنتي معترف بيها دي لحم ودمي. انا اسجلها في اي وقت انتوا تحبوه. تيجي معايا حضرتك ونروح الصحه لو رضوا يسجلوها لي اسجلها. طيب تمام حقها فين يا عثمان؟ انت طلقتها. عايزين قيمتها بعد اذنك. بص كل اللي هي عايزاه تاخده. انا مش طمعان في قيمتها كامله. قيمتها كامله تاخدها يا عثمان. مش طمعان في اي حاجه. طيب نيجي لنقطه الذهب. ذهبها يا عثمان انت بتقول ما سبتش غير 3 غوايش. ذهبها اللي سابتهولي اللي في ذمتي 32 جرام. طيب. 32 جرام اللي في ذمتي اللي بما يرضي الله اللي في ذمتي لان انا عندي اخت برضه. مش هقبل على اختي اللي هي بتقوله ده. انا كل اللي هي ليه في ذمتي عندي 32 جرام. 32 جرام. عايزه فلوس. عايزه تاخد فلوس تاخدها. عايزه تاخد قيمتها كلها تاخدها. تمام. اقعد بقى يا عثمان. اقعد. انا هاجي لك يا عبير. انا هاجي لك. اقعد يا عثمان. يا استاذ حاج انا مش واخد مني 47 جرام ونص و75 مللي. بس احنا معانا ورقه دي استلمهم من الاستاذ محمود ابو عبد السي وبيثبت وفي فاتوره. تمام. في فاتوره والله. يعني انت عايزه ذهب كام جرام؟ يعني ليه في رقبته 47 جرام ونص و75 مللي. انا معايا 75 مللي على جنب. انت عايزه 47 جرام. ايوه ومعايا ورقه ب 12600 المحامي دي مطلعها لي نفقه متعه ونفقه عده ومؤخر صداق. طيب. مصاريف وتكاليف الولاده. خلي اللي تحكم بيه المحكمه للمحكمه. انت دلوقتي ليكي قيمتك هنديها لك. ايوه والذهب. ايوه وهيسجل البنت. ايوه عايزه حاجه ثانيه يا عبير؟ لا الله يسامحه الله يسامحه بس ما ينفعش يرجع ثاني عشان خاطر العيال. لا يرجع ثاني لا خلاص. يديني حقه كله ويبدا صفحه جديده. يديني حقه كله ونبدا مع بعض كانه داخل على واحده جديده. حقه كله هو يعني اللي هو الذهب بالجامه بالفرش بكله وبعد كده نبدا مع بعض كصفحه جديده كانه هيتجوز واحده لسه بنتي لسه صغير لسه داخل على بنتي لسه صغير. انت 18 سنه يا عبد. انا اتحملت الغلب ولا لازم اتحملت الغلب. الله يسامحهم بقى. اهدى يعني ما ينفعش محاوله عشان ترجع. يديني حقه كله بالكامل ويبدا معايا من جديد. يجيب لي حق جديد. حق جديد غير اللي في الجايمه كلها. يعني ده المحكمه حكمت لي بيه اخده واكتب جايمه جديده بس. يعني عايز تاخد الجايمه جايمتين؟ لا ما انا اخد حق القديم اللي المحكمه حكمالي بيه. المحكمه حكمالي حكمالي المحكمه بالجايمه القديمه وكده يبقى الجايمه القديمه انتهت. حاضر اهدي بقى. اهدي يا عثمان. الزوجة زي ما حضرتك شايف كل اللي يهمها. اسمع يا عثمان بقى. كل اللي يهمها ذهب. كل اللي يهمها. ايوه اي كل الستات كده يهمهم شبكتهم ده. مش هاممها ولادها. لا هاممها. مش هاممها الطفله اللي بعد 3 ساعات. هو ما تدخلش وانت بتتكلم. ترمي عيالها ما تدخلش وهو بيتكلم بعد اذنك. هو الراجل كان مؤدب جدا وما اتكلمش. يا عثمان انت نفسك قلت انا راجل وما رضاش ان انا حد يصرف على اولادي. طبعا. مصاريف ولاد جنى عند مين؟ ايه؟ مصاريف ولاد جنى. انا بعتت ناس عشان تحل الموضوع ده وهم. يا عثمان مصاريف ولاد جنى على مين؟ علي انا طبعا. وبعت بالكلام ده. هيدفع يعني غزه هيدفع. وبعت بالكلام ده وهم ما يبلوش الناس. انا بعتهم لاستاذ خالد ربيع عبد العظيم من صفه العرفه من بلدهم. هو شغال في محكمه الاسره. بعت لهم عشان يتفاوض معاهم ويحل معاهم. ما عرفش يحل معاهم. ما عرفش يحل معاهم. كنا ناس على ذمه بعض. ده كان انت كنت معايا
حرام. في رب فوق، في رب فوق، في رب فوق، اتق الله، اتق الله، في رب فوق. حرام الشهر اللي فات، حرام عليه، ياخد البلد كلها شهد والشارع كله شاهد، محدش شاف حد. تهدي بقى يا عبير، يا خلاص يا عبير، يا احنا دلوقتي عايزين، انت الراجل معترف انها تيجي تاخد جريمتها كلها. اه تجيب عربيات وعربياتها كمان على حسابي. تمام جميل، مش معترف. وهنسجل جنب اسمك ماشي؟ اه طبعا. ما طيب. تسجل باسم مين؟ حلو جدا. طيب ده حاجه الثالثه، هي ليها مصاريف ونفقه موتها ونفقه وكذا وكذا، تاخد كله يا استاذ حنفي، انا مش معترض. انت راجل محترم، دي ام ولادي، والحاجه اللي اديها بديها لاولادي برضو. الله ينور عليك. مش دي عمري ما كرهتها، عمري ما كرهتها، انا كنت بحبها وهي عارفه بالكلام ده، عمري ما كرهتها. شكر فيك، وشكر فيك، وما عملتش فيها ايه. والله شكر، والله العظيم عشت كتير 3 سنين معاهم، ما طلعت غلطه الواحد، والله العظيم ما طلعت غلطه الواحد، ولا شتمت واحد فيا، ولا انت واحد فيا، وربنا عالم. هنتنا كلنا وتلات مليون. لا لا ده بعد الطلاق. هنتنا كلنا. لما طلعت على التلفزيون. اللي انتوا عملتوه في عيني حرام عليك. حد كان يعمل في مرته وبنته كده في قصة في مصة؟ كنت مصوعه، انا كنت مجوعني، انا كنت جاي كنت بموت، والله العظيم كنت بموت، انا كنت بموت خالص، كنت بصفف كل يوم في يوم عن الناس. طب انا بص حضرتك، انا استسمح حضرتك بس يا استاذ حنفي، تجاه التسجيل اللي هي لحضرتك اللي هي بتتكلم فيه. زي انا موافق. انا ابويا وامي كانوا بيقولوا لي انت بتاكلي بيها، اقول له بالحاضر بالحاضر عشان بداري. ما وكباب وكفته عشان بداري، والله العظيم كنت بداري. من سماعها تعرف يا كانت بتداري عليا ولا دي كانت حقيقه. والله العظيم كنت بداري عشان كنت بحب. انا سمعت وكنت بجيب اللجنه، كان بيقول لي اللجنه حدي والارجبه ما تجيبهاش من عند الراجل اللي من السناير، هات من الراجل اللي عند المساكن من ورا. يعني والله انا يعني انا كلمه بقولها، والله هي بتحبه، وبقول والله تاني هو بيحبها، والله هما الاثنين بيحبوا بعض، انا مصدقك، والله هما الاثنين بيحبوا بعض. بداري عليك انت، بص انت ما وفيتش بوعدك، كنت بداري عليك، كنت عامله المستحيل عشانك عشان اعيش معاك، كنت بقول لامي ده انا باكل باكل وانا جايه لامي كده، الشارع كله شاهد علي، انا عارف كنت عامله ازاي، كنت ماليش حياه خالص. طيب ممكن نهدى بقى شويه؟ ممكن نهدى؟ لازم بس حضرتك يا واحد، انا عديت لحضرتك التليفون وريخة. انا سمعت، انا سمعت، انا كل ده انا سمعته. طب هو ليه خد التليفون؟ انا خدت التليفون. ليه خد التليفون؟ انا خدت التليفون عشان مش عايز حد. كنت عايز اعيش، انا كنت بقى. طب احنا عايزين نعيش، عايزين نعيش دلوقتي. عايزين نعيش دلوقتي. اديني حق كل اللي في الجامع بيكمل ويبدا ويكتب جامعه جديده. ما تحطيش الحصان قدام العربيه. يا هو كده يا استاذ حنفي، يعني الحاج القديم ما يضيعش طبعا، يضيع ازاي؟ يضيع ازاي الحاج القديم اللي انا محكوم لي بيه؟ ما هو هتاخديه برضه، هتاخديه وتتجوز وتاني وتعيش. يديني حاج باكمله. انا ما باكلش حاجك، انا عمري ما اكلت حاج حد عشان اكل حاج مراتي، انا عمري ما اكلت حاج. هو صعبان عليها، غايب عنها ليه؟ ده هي بتحبك يا استاذ حنفي. والله العظيم انا اتهطرت في بيتهم، اتهطرت في بيتهم بدل المره 100 مره. انت الاساس انت كنت بتهطر، انت كنت يا ابني اخوك اللي كان بيعمله محدش يعمله. اخوك اللي كان بيعمل محدش. هو كان ينفع اخوك ان يعمل فيا كده؟ كان ينفع اخوك ان يعمل كده؟ كان بيخبط عليا كده يصحيني من النوم. المشكله يا ستي، ايه المشكله لما خبط؟ امك بتصحي، امك بتصحي سالفتي عشان معايا صبيان، بس عشان مش جدلاني، عشان معايا بنتي. قومي بس، قومي. حرام عليك، حرام عليك، والله العظيم انت حرام عليك. في رب فوق، في رب فوق. الله يسامحكم كلكم كده، الله يسامحكم. انا معايا ربنا، معايا ربنا، انا معايا. تلا قولي كلمه حق، قولي كلمه حق بدل ما تطلعي. جبت ابو هشام وقلت كمان ان انا كنت باكل كل يوم فراخ، واقعد باكل فراخ. فين الفراخ اللي كنت باكلها دي؟ فين الفراخ دي؟ انا كنت بداري عليه بأمرة ما كنت بتقولي ما تجيبيش هياكل من عند الراجل اللي من السناير، هات من اللي ورا. اقعد يا عمي، اقعد يا عثمان، تعالى يا عثمان، تعالى تعالى. هو في واحد، واحد يسجل مرته، في واحد يسجل مرته، حرام عليه، حرام عليك. طبعا اعزائي المشاهدين، فشلت يعني مش كل مره نقدر ان احنا ننجح، شيء طبيعي ان احنا ننجح مره ونفشل مره، يعني ده شيء عادي. انا كنت اتمنى ان انا اضم العيال دي واقعد الام هنا جنبيهم ويبوسوا فوق دماغ بعض ويحضنوا بعض، وكانت تبقى الختام جميل. انا كنت اتمنى كده، بس مش كل حاجه الواحد بيتمناها بيقدر ان هو يدركها. للاسف انا فشلت، وللاسف انا ما قدرتش احقق نجاح في ان انا اوفق الاثنين دول مع بعضيهم، وللاسف المجني عليهم هم شروق وجنى. شروق وجنى شيء صعب جدا، لكن اه للاسف ما قدرتش اوصل للنجاح. وخلاص هو عثمان تعهد، وانا هتابع مع عثمان الكلام ده، هنسجل البنت باسمه، هنديها القايمه بالكامل، والراجل قال لي الذهب عندي، ف
فكده الموضوع حواها الشرعيه. عندي 32 جرام. ماشي. 32 جرام اللي عندي. اللي هيقل عندنا شخصيا. خلاص. خلاص 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 يا عبير. حقك. عمري ما هاكل حق. حقك يا تقضيه. عمري ما هاكل حق. خلاص. عمري ما هاكل حق. عبير. خلاص يا عبير. خلاص يا عبير. خلاص يا عبير. الموضوع منتهي. قولي كلمة حق واتقي ربنا في عيالك، اتقي ربنا في عيالك. اعزائي المشاهدين لو في وقت هننتقل للاستوديو، ويا ريت يكون في وقت ان انا اتلقى تليفونات. قبل ما تختم معايا. اتفضل. انا بحب اشكر اهل بلدي اللي هي السنايره، وبشكر اهل بلدها اللي هي صفت العرفه، الناس اللي سندتني وقفت جنبي ووصلتني بحضرتك، وبشكر حضرتك لرحبك بيا في البرنامج، وان حضرتك ولسعت صدر حضرتك ان حضرتك بتحب الحق وبتحب تظهره، وان حضرتك اديتني الفرصه ان اجي وارد، وبعتذر لكل واحد من بلدي او من بلدها سمع اهانه، لان عندنا في البلد في بلدنا وبلدها بتتعاير، ازاي بتقول عليهم بلد الهياكل وعالم جعانه. بلدي بتتعاير وبلدها بتتعاير، وبعتذر لمركز الفشن كله، لان دي عار على مركز الفشن كله. بس جيت لحد الاخر زهقت، مش عارفه انا هعمل ايه. اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني، والمجني عليه هم الاطفال، يعني شروق وجنى هم المجني عليهم. الاب يعني لو سالتوني انا عن رايي، عثمان شاب مهذب، وانا في حيره. ليه؟ انا في اول الحلقه السابقه لما جبنا عبير، انا تعاطفت مع عبير جدا، وحسيت بصدق كلامها في شك مليون في الميه. لما جيت المره دي وسمعت عثمان، انحست لعثمان مليون في الميه. لما جبنا المواجهه بين عثمان وبين عبير، دموع عبير انا مش قادر اكذبها، يعني دموعها وانفعالاتها وانا كنت خايف عليها، لانها كانت خلاص، يعني انا كنت حاسس ان هي هتموت مني. ما اقدرش اقول ده تمثيل، ما اقدرش. دموعها دموع صادقه، دي فعلا اتعذبت. طب عثمان، اقول لك عثمان شاب ومهذب ومحترم وانا مصدقه. طيب مين كذاب ومين صادق؟ انا يعني، وممكن يعني زميل احمد علي وزميل محمود يسري حاولوا مع ان احنا نصلح بين الاطراف ونطلع بشكل جميل جدا، نصلحهم على بعض، ما عرفناش. ممكن انا بعلنها، يعني المخرج والمعد مع 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 عثمان، قال لك احنا متعاطفين مع عثمان. انا شخصيا مش عارف، دموع عبير مجنناني، انا مش عارف ده بيتمثل ولا دي حق وحقيقي ولا انا مش عارف. بس عثمان انا مصدقه، وفي نفس الوقت ما ينفعش هو قال جمله عابره كده في النص، قال لك لما روحت البيت لقيت ابوها واخدها، بصيت ما لقيتش لا شامبوهات ولا كريمات ولا شامبوهات وكريمات. هو قالها في النص كده عفويا. واحد بيدي لمراته 10 جنيه بتجيب هياكل، عندها شامبوهات وعندها كريمات، هو قالها في النص، انا سمعتها وعديتها. ما ينفعش. يعني هو لو قال جت لمت هدومها ومشت، وبعدين هو من صدقه قال لك سابت ثلاث غواش دهب، كان ممكن نقول خدتهم. يعني عثمان في بعض النقاط اللي بيثبت ان الولد ده كويس، وفي نفس الوقت الشعر اللي هو كتبه له ده بيحبها جدا وما غلطش فيها خالص. هي واعتقد ان الحما هنا والحما هنا يعني ليهم دور. احمد اخوهم ده راجل، يعني احيانا الواحد لما بيحب يخفف دمه شويه، الولد مهذب وبيصلي كل فرض في فرضه هو شقيقه، لكن احيانا انا ببقى قاعد في قاعده كده عايز اهزر شويه، فاقول لها ايه مش بتلبسي ليه حلو زي لما يكون جوزك موجود، مش قصدي حاجه. الراجل جاب صوره مراته معاه وطلعناها على الشاشه، عايز يقول مراتي حلوه يا جماعه، هبص لمرات اخويا، مش معقول الكلام ده. على كل، مع شبكات التواصل الاجتماعي وعلى صفحه البرنامج هنعرف بالظبط مين الجاني ومين المجني عليه، ونشوف راي الجماهير ايه والحكم ليكم اعزائي المشاهدين. لكن انا دعوه اخرى للحموات، سيبوا اولادكم يعيشوا حياتكم بدون تدخل. بشكر اعزائي المشاهدين كل اللي شاركوني في الحلقه، مهندس عادل بدوي، علي حسن، غانم الفولي، علي سيد، محمد مكرم، شكري جد الله، فيكتور فايع، عبد المجيد الطيب، نسام بشرى، عادل عياط، علاء فتحي، شعبان عبد الحميد، اشرف فؤاد، ابو السعود ابراهيم، شعبان حبشي، محمد درويش، جمال سعداوي، زين قطب، محمد حمدي، محمود عبد العاطي، طبعا مهندس فني ما نقدرش انكر طوره، صديق العزيز عبد العظيم علي، مشرف خارجي صالح لطفي، مونتير فاروق سيد، ما نقدرش طبعا ده فاروق سيد ليه دور مشهود في البرنامج، مصور انا بشكر الزميل احمد عيد كان ليه دور في الحلقه دي كبير بشكره، مصور خارجي احمد عيد، مصور داخلي مروه حافظ. اعزائي المشاهدين منتظر رايكم على صفحات البرنامج، نشوف مين الجاني ومين المجني عليه، لكن اللي احنا متفقين ان الاطفال
هم المجني عليهم، لكن انا عايز اعرف مين الجاني ومين المجني عليه، عثمان ولا عبير؟ اعزائي المشاهدين شكرا.